واحد من فصيلة الموهوبين وأحد النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، اللاعب الموهوب الذي عاصر أحد أعظم الأجيال في تاريخ القلعة الحمراء، علاء ميهوب نجم الأهلي السابق ومدرب الفريق الأحمر الأسبق. بدأ مسيرته مع الكرة في نادي الحوامدية قبل أن ينضم لصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1974، ليبدأ مشواره الرياضي الحقيقي عضواً من أعضاء أسرة المارد الأحمر. وعلى الرغم من كونه واحد من أبرز الموهوبين، إلا أنه كان يتميز بالمرونة التكتيكية الكبيرة، حيث بدأ حياته الكروية في مركز الجناح الأيسر، إلى أنه وهو في عمر 14 قام السايس مدربه في فريق الناشئين وأحد نجوم الأهلي السابقين بتعديل مركزه في الملعب ليصبح لاعب وسط. تفجرت بعدها موهبته في السنوات القليلة التالية ليفرض نفسه على منتخبات المراحل السنية المختلفة، حتى شارك في بطولة كأس العالم بأستراليا عام 1981. بعد عام واحد فقط نجح ميهوب في أن يكون أحد أعضاء الفريق الأول تحت قيادة فؤاد شعبان، الذي قرر تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين ومن بينهم ميهوب، والذي سرعان ما فرض نفسه على الفريق الأول. ومنها بدأت رحلة طويلة مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني شهدت العديد من الإنجازات. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو الجول، هو الجول، الجول الأول للنادي الأهلي. أبرزها التتويج بكأس الأمم الإفريقية وبلوغ كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، إلى أن الإصابة منعته من أن ينال شرف المشاركة في المونديال. وبعد رحيله عن الأهلي انضم ميهوب إلى صفوف الأولمبي، ولا ينسى أحد هدفه الشهير في مرمى الأهلي وهو بقميص الأولمبي، والذي دفع ميهوب للبكاء في واحدة من أشهر لقطات الكرة المصرية عبر تاريخها على الإطلاق. عند عطية عبد الهادي، وعطية بيجرب وشوت على طول، وعلى ميهوب، وجول، جول على ميهوب، جول على ميهوب، وبيبكي، مش معقول، على ما حدش مصدق. وبعد اعتزال ميهوب الكرة بدأ في سلك التدريب وانضم للجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه في ولايته الثانية، واستمر مع حسام البدري ضمن الجهاز الفني للفريق الأحمر قبل أن يترك منصبه ويتم اختياره مديراً فنياً لمنتخب مصر مواليد 95، وهي المغامرة التي لم تستمر طويلاً للخلافات التي نشبت بينه وبين أعضاء اتحاد الكرة، ليترك ميهوب منصبه ويظل بعيداً عن الأضواء لفترة. وعاد ميهوب مجدداً لناديه الأصلي وعشقه القديم بعد أن تم تعيينه رئيساً للجنة الفنية بالنادي للاستفادة من خبراته الكبيرة في عالم كرة القدم وولائه الشديد للقلعة الحمراء. علاء ميهوب نجم الأهلي يتحدث عن أحلامه التدريبية وابتعاده عن الساحة العملية حتى الآن، عمل اللجنة الفنية بالنادي ورؤيته للفريق الأحمر ومشواره في بطولة الدوري، رأيه في هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، وهل يتحقق حلم المونديال من جديد؟ لعبها عالية، عدي، جول، جول الأولاني، علاء ميهوب، كرة ملعوبة، مصطفى، الجول الثالث، أيمن يونس، حط كرة جميلة جدا من مصطفى عبده، علاء ميهوب، يا لعب، طويلة، أوفسايد، ماشي يا مصطفى عبده مش أوفسايد، ماشي، بيلعبها بالعرض، على طول الجول الثاني. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو جول، هو جول، الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة
44 من الشوط الثاني. خالد جد الله وبينية لعلاء ميهوب اللي رقصه ماشي، علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشاطها برجل الشمال. بص الكورة جول ثاني للنادي الاهلي. الجوز تلعب الكورة عليها، يلعب على علاء ميهوب. هو جول، يجيب الجول الاول. علاء ميهوب يجيب الجول الاول للنادي الاهلي. كورنر بيلعب على علاء ميهوب. جول جول جول. عليا الجول الاولاني حسام حسن، الجول الثاني علاء ميهوب. اصبحت الباك الشمال متقدم زي ما حضراتكم شايفين وبيعملها اوفر حلوه عند عطيه عبد الهادي، وعطيه بيجرب وشوط على طول وعلاء ميهوب وجول. جول علاء ميهوب، جول علاء ميهوب، وبيبكي مش معقول علاء، ما حدش مصدق اتعملت لعلاء ميهوب وعلاء شو